مرت السنوات وتعالت أصوات الجزائريين مصرخين بقولهم المشهور 1 2 3 فيفا لجيري، حاملين في قلوبهم أمل الفوز وشعلة الانتصار عبر كل الأقطار، ملطخين أوجههم بألوان العلم الجزائري، منتظرين فرحة الأهداف وسعادة التتويجات. عام بعد عام وجيل بعد جيل العلم بقي كما هو، ولكن تغيرت الأجيال في البساط الأخضر يا سادة. أتذكرون أيام الثمانينات؟ أتذكرون سنة 1982؟ أتذكرون استاد خيخون؟ أتذكرون مقابلة ألمانيا الغربية؟ أتذكرون أهداف ماجر وبلومي؟ أتذكرون زغريد النساء وفرحة الأطفال وسعادة الرجال ودموع الفرحة لدى الشيوخ؟ أتذكرون بكاء الألمان وحزنهم؟ أتذكرون التصريح التاريخي للاعب الألماني الرومينيجي لما قال الجزائر لا تقوى على ألمانيا، سأسجل 3 أهداف، 1 إلي وواحد أوديه لزوجتي وواحد أوديه لألمانيا يا سادة. ولكن سمحني يا رومينيجي، إذا كنت أنت يا رومينيجي عندك عقلية هتلر ونزعة النازيين، فنحن أولاد نوفمبر وأحفاد أبو مدين وأولاد الأمير عبد القادر وأحفاد ديدوش مراد والعرب بن مهيدي يا سادة، نحن أولاد الرجال. فبالتالي خرج الرومينيجي من هذه المباراة مبعثرا المشاعر وباكي يا سادة. أتذكرون سنة 1990 وفرحة التتويج بكأس أمم إفريقيا، الكوبا التي أصبحت يتيمة في خزانة الفاف؟ أتذكرون عام 2010 في بلاد البافانا بافانا جنوب إفريقيا وهيجان أولاد الجزائر أنذاك، جيل بوغر وعنتر ومنصور ومطمور وغيلاس وجبور وغزال وشاوشي ونذير بالحاج وتخطيط الشيخ رابح صعدان وغيرهم، رغم الخسارة والإقصاء ولكن خرجنا مشرفين ومفتخرين بهؤلاء الأشبال. أتذكرون عام 2014 عام الكوبا ديل موندو في كاف البرازيل، العام التاريخي والأبرز في أرشيف الجزائريين والكرة الجزائرية، العام الذي تأهلنا فيه لأول مرة للدور الثاني من الكوبا ديل موندو، المنتخب الوحيد الذي سجل 4 أهداف في الكوس العالم يا سادة، وشرفنا الكرة الجزائرية أحسن تشريف، العام الذي بكى فيه 40 مليون جزائري وأنا أولهم، العام الذي أسقطنا فيه الدبابة الروسية والشمشوم الكوري ورهقنا الجدار البلجيكي وعطلنا الماكينات الألمانية، عام حليلوزيتش المدرب البوسني ولكن بقلب جزائري يا سادة. السنة التي أجبرنا الدول والمنتخبات العربية والأوروبية وحتى اللاتينية على الإقرار والاعتراف بمنتخب الأفناك ومحاربي الصحراء منذ ذاك العام ونحن في أزمة، والسؤال يبقى مطروح، ماذا يحدث للمنتخب الجزائري؟ الجواب لا نعلمه، هل هو مشكل تسيير أم مشكل مدرب أم مشكل لاعبين؟ في عام 2014 كنا في المراكز أو في المركز 11 عالميا، كنا أحسن من هولندا وإيطاليا وبولندا وحتى البرتغال بقيادة كريستيانو، واليوم تغيرت المعطيات وأصبحنا نزاحم بوركينا فاسو ومنتخب ليزوت ومنتخب مالي ومنتخب السعودية ومنتخب رواندا على المركز 66 و67 عالميا، ما هذا الهراء وما هذه المسخرة بحق الكرة الجزائرية؟ اليوم أصبح عدو بالماضي جمال بالماضي، هل يستطيع مداواة الجراح وفك اللعنة أم أنها بالفعل ملعونة يا بالماضي؟ وهل يستطيع محرز فعل ما يفعله في السيتي تحت قيادة جوزيب غوارديولا؟ الجزائر بأولادها يسترجعون التاريخ، الجزائر بأحفادها سيسترجعون التاريخ، ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات يا مدون التاريخ عنون الورقات، الجزائر أولا الجزائر ثانيا يا سادة، الجزائر بلاد الكبار يا سادة. وكما قيل في فيلم الرسالة الشهير للمصطفى العقاد، ضربة رجل واحد هذا العام ضربة فريق واحد، يلا يا الولاد ان شاء الله يا الولاد الكوبا دافريك ان شاء الله هذا العام ستحط بالعاصمة الجزائرية ان شاء الله.